بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راح نتعرف اليوم على الوحدة الثالثة بعنوان مهارات التفكير. من أهداف الوحدة راح نتعرف على الوعي بمهارات التفكير وطرقه، أيضا اكتساب مهارة صنع القرارات واتخاذها في مجالات الحياة، التعرف على أسلوب حل المشكلات، تنمية مهارة تحديد الأهداف، اكتساب مهارة معالجة الأفكار، وأيضا اكتساب مهارة تفكير الناقد. المقدمة: كانت المجتمعات البشرية مستقرة وتعتمد على تقاليد موروثة وعادات مكتسبة وأخلاق جبلوا عليها لحل مشكلاتها واتخاذ قراراتها، ولكن المجتمعات في الحاضر تعرضت لتغيرات بفضل التقنية. وما نراه اليوم من تفاوت بين الأمم في التقدم والحضارة العلمية ما هو إلا نتيجة لاختلاف أنماط التعامل مع واقع الحياة وتبني أساليب حديثة للتفكير. لذا ظهرت الحاجة لتطوير التفكير لدى أفراد المجتمع واكتسابهم قدرات ومهارات تسهم في جعل الفرد يمارس دوره بإيجابية وفاعلية داخل مجتمعي وفي منظومة مؤسساته الاجتماعية، ويحقق تطوير التفكير منافع شتى، هي المنفعة الذاتية. ما هي المنفعة الذاتية؟ هي ماذا؟ هي يساعد الإنسان على بلوغ الأهداف وخوض المنافسة وفتح الآفاق وتوسع المدارك نحو مناشط الحياة المختلفة. وأيضاً منفعة اجتماعية عامة، يكون المواطن الصالح المفكر بعمق وحكمة في حالة أسرته ومجتمعه، يقارب بين أفراد المجتمع وتحقيق التفاعل بينهم. المنفعة الصحية النفسية، يقصد بها أنه يساعد الإنسان الوصول إلى راحة نفسية تسهم في تكيفه مع الأحداث المتغيرة، ويعين الإنسان على اكتشاف نواميس الحياة وتعميق الإيمان. المنفعة الدفاعية، يساعد الإنسان على تجنب الوقوع في حبائل الأفكار والممارسات السيئة وتحميه من الوقوع فريسة لعمليات غسيل الدماغ. المنفعة الصحية النفسية، يساعد الإنسان على تجنب الوقوع في حبائل الأفكار والممارسات السيئة وتحميه من الوقوع فريسة لعمليات غسيل الدماغ. أيضا فائدة: التفكير هو قوة متجددة لبقاء الفرد والمجتمع معا في عالم اليوم والغد. قال تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الدرس الأول هي مهارة اتخاذ القرار. مع نتعرف على الدرس الأول وهي مهارة اتخاذ القرار. ماذا سنتعلم من درسنا لهذا اليوم؟ مفهوم اتخاذ القرار، خطوات اتخاذ القرار، مبادئ وتوجيهات تيسير اتخاذ القرار السليم، المقدمة. اتخاذ القرار يعني جزء مهم وضروري في الحياة، سواء كان داخل بيئة العمل أو خارجها. ونحن في حياتنا اليومية نمارس مثل ماذا نلبس، متى نقوم بزيارة، ماذا ستخصص في الجامعة. وهذه القرارات منها ما هو سهل ومنها ما يحتاج إلى رؤية واسعة ومهارة لاختيار السليم بين البدائل المختلفة. ولكي نكون قادرين على تحسين العملية اتخاذ قراراتنا، لابد من التركيز على كافة الأحداث والخطوات التي تسبق الاختيار والعزم على القرار ما وخروج لحيز التفكير. موقف: سمير طالب في الثانوية العامة، احتار هل يدخل كلية الطب بناء على نصائح ذويه وقاربه، ولكن أعز أصدقائه يلح عليه بالبحث عن وظيفة مناسبة. تضاربت الأفكار والمشاعر لدى سمير، ولكنه عزم أمره وقرر دخول كلية الطب واستبعد فكرة البحث عن وظيفة الآن. مفهوم اتخاذ القرار. إذا ما مقصود بمفهوم اتخاذ القرار هو ماذا؟ هي عملية عقلية تهدف إلى أحداث تغيرات والوصول إلى نتائج إيجابية لموقف أو قضية ما من خلال المفاضلة بين الحلول البديلة واختيار الأمثل منها. لاكتساب هذه المهارات نحتاج إلى ماذا؟ إلى قدرة على التخيل، قدرة على جمع المعلومات، قدرة على وضع البدائل، قدرة على الاستنتاج، وقدرة على حل المشكلات، وقدرة على المبادرة والتنفيذ.
خطوات العملية لاتخاذ القرار ما هي؟ أولاً تحديد الموقف والهدف اللي طلبه اتخاذ القرار. ثانياً استدعاء المعلومات من خبرات سابقة وتحديد الخيارات. ثالثاً تشخيص الخيارات وتحليلها ومقارنتها ببعضها لكشف مزاياها وعيوبها ونتائجها. رابعاً اختيار البديل والخيار والأفضل الذي يحقق أقصى فائدة وأفضل نتيجة كقرار. خامساً اتخاذ إجراءات لتنفيذ القرار. الآن فكري، هل القرار مجرد قول نعم أو قول لا؟ لا يعتمد القرار على لفظ بنعم أو بلا، لابد أن يتخذ القرار على أسس، على أساس قدرة الفرد على تنفيذها على أرض الواقع ومدى تناسقه مع معطيات والطموح، ووضع خطة محكمة للبناء لتنفيذ القرار حتى وإن كان على مراحل. وفي تلك اللحظة يجب أن يجيب الفرد على عدة أسئلة قبل اتخاذ القرار، وهي: ما الذي يجعل اتخاذ القرار ضرورياً؟ ما خياراتي؟ ما الخيارات الأفضل؟ وكيف يمكنني أن أنفذها؟ مبادئ وتوجيهات تسير على اتخاذ القرار السليم. 1- صارح نفسك عن السبب الحقيقي لأي خيار. 2- شاور غيرك وافتح عقلك لآراء الآخرين، خاصة إذا كان قرارك يهمهم. 3- افحص خياراتك وخذ بالحسبان جميع العوامل. 4- تعلم من نتائج قراراتك السابقة. 5- انظر في سلبيات كل خيار وفي إيجابياتها، وهنا مهارة موازنة الأفكار.